قام المؤذن بالفلح برز الجمال بكربلاء قام المؤذن بالبلاء وعليه سيما العلا عليه سيما العلا فبدت عيونهم ملا فبدت عيونهم ملا فبدت عيونهم ملا ولدي علي يا فلذتي يا مهجتي حبيب الحسن احتوجوه بعد ضربة الدم صار على عيون الفرس اخذ بنص الاعداء فاحتوجوه تعرف شو يعني احتوجوه يعني صار بين 70,000 فارس جاشون وحق الحزن لما قال لا طاقة لي على حبل شلون لما شلون لما يا فلذتي يا مهجتي يا مؤنسي في وحشتي يا فلذتي يا مهجتي يا مؤنسي في وحشتي من لي بناي بغربتي من لي بناي بغربتي هتطول بعدك مدتي هتطول بعدك مدتي مثل أبو أمير المؤمنين على الزهرة قال أبكي مخافة أن تطول هتطول بعدك مدتي ولدي علي كل كلمة راح أقراها ركز بيها فدوى روحك كل كلمة ركز بيها هذا شبيه المصطفى هذا شبيه المصطفى بين الأسنة قد غفر بين الأسنة قد فتاهما حني القفا نادى نادى على الدنيا العبا فتاهما حني القفا نادى على الدنيا العبا
نادى على الدنيا العطا ولدي علي ولدي حبيبي 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 ولدي 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 على الدنيا بعدك العفا علي 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 علي, علي.